وقع في مصر خالص. هو هو كان بيتكلم عن قصة حياتك، عن كان الرقص الشرقي. بيتكلم عن الرقص قد ايه اثر في حياتي، انه خلاني عديت بسخافات كتير في حياتي ومواطن وجع كتير وعديت منها وكملت. فانا اللي قلت له من الرقص هو اللي ساعدني اني اطلع من كل ده. دايما الناس بتشوف الفنانه يقول لك ايه الفنانه دي اكيد عمرها ما بتدخل المطبخ، دي اكيد ما بتعملش حاجه في البيت، دينا من الشخصيات دي؟ لا، ده انا طباخه شاطره قوي. اوبا. شاطره في ايه يا دودو؟ في كل حاجه. انا بطبخ الاكل المصري عادي، ايطاليان طبعا، فرنساوي، تشاينيز، هندي، بطبخ كل الطبخ. انا ابني من كتر حبي للمطبخ بيدرس دلوقتي في لوكوردون بلو، هيطلع شيف. من كتر شاف من كتر ما انا بحب المطبخ ده. من بصوا بيقلد مامي، شاف مامي ايه. لا لا، هو من وهو صغير بيحبني، بيحب المطبخ. نقدر نقول مثلا ان مسرحيه ألبان ده كانت وش السعد عليكي، ولا بتشوفي ان في اعمال تانية كانت وش السعد على دينا؟ لا، كان قبل ألبان ده في فيلم مع الاستاذ عادل امام، ده كان وش السعد عليا. ده كان هو اللي وراني للناس. طب انت شايفه دلوقتي الاشاعات اللي كل شويه بتطلع على استاذ عادل، وان استاذ عادل سخافه سخافه، طب تقولي له ايه؟ ربنا يديله الصحة والعافية، ووقف جنب ناس كتير قوي وخلى فيه نجوم كتير قوي موجودة، هو السبب في وجودها. ربنا يديله الصحة والعافية ويديله الوقت الحلو اللي يقضيه مع أولاده وأحفاده ويتبسط بيهم زي ما بسطنا طول العمر. ربنا يساعده في الأيام اللي جاية. فاكرة له موقف مميز معاكي؟ أنا له مواقف كتير معاه مميزة. أنا اشتغلت معاه في المسرح سنة واستمتعت جدا بوجودي مع المسرح، واشتغلت معاه فيلم كان هو السبب في انه الوطن العربي يحبني كله، انا بحبه الحقيقة. محظوظة شوية عادل امام واحمد زكي، اسماء كبيرة طبعا، واستاكوزا مع الاستاذ احمد. احمد كمان جميل. لو قدامك دلوقتي تختاري فيديو ولا مسرح ولا سينما، تختاري ايه دودو؟ اقعد في البيت، انت بتكركبي كل ده فوق دماغي. شفتوا؟ وكمان ما انا لسه ما قلتلكيش افراح. لا لا، دينا هنشوفك في رمضان؟ لسه لحد دلوقتي ما فيش حاجه اكيده، انما ان شاء الله. زمان كان دايما يقولوا لدينا انت المفروض يبقى اجرك في الحفلات اكبر من كده بكتير، وفي الافراح كنت ليكي دايما تقولي ايه، انا بتاع التسويق وبفهم، انا بخلي اجري اصغر شويه من اللي انا استحقه عشان اشتغل كتير. لسه ماشيه على المبدا ده؟ والله زي ما انا. زي ما انا. عايزه اقول لكم الافراح ما بتبقاش افراح من غير دينا حبيبتي. الف مبروك على الفيلم، وبتمنى لك يا رب كل الاعمال الحلوه الجميله اللي زيك، بتكون ناجحه ومكسره الدنيا. ربنا يخليك. دينا فنانه شامله زي ما بيتقال. دم الخفيف والجدعانه. بصوا بقى في الكواليس بقى هي حكايه تانية كبيره جدا انتم مش عارفينها، انا هبقى احكيها لكم بعدين. نورتينا ونورتي سبوت لايت. ربنا يخليكي. ثانك يو حبيبتي، ميرسي.